اوكي جايز، انا بضلني انسى كيف اسوي سايتيشن على اللاتكس. فاول شيء انا بستخدم الفري لاتكس اللي هو اونلاين، سو بس هيك بحط لاتكس، بضغط على الاوفرليف، هاي الاونلاين لاتكس اديتور. طبعا انا اي ساين ان، اوكي انا اي ساين ان تو ماي اكاونت، تمام. اوكي هاي ون اوف ماي اولد، ون اوف ماي اولد وركس، انكمبليت وركس. فخلنا نرجع لورا وراح اضغط، وهنا راح يبين عندي البروجكتس تبعتي. هاي لما كنت انا بتدرب على اللاتكس، عندي اول تمبليت سويتها الفصل الماضي. اوكي سو كيف اصلا انا بفتح التمبليت؟ اول شيء بضغط عند السيرش، مثلا بكتب كونفرنس، مثلا اي تريبل اي، بدي انا اي تريبل اي، وهو اوريدي حافظ اللاتكس. الحلو فيه انه هو اوريدي سيفد عنده كل ال ايش اسمهم، ليش هذا ما عم يبحث؟ اوكي سوري انا عم ببحث في المكان الغلط. نيو بروجكت، مثلا انا بدي تمبليتس، بضغط اي اشي. انا ضغطت مش عارفه ايش ضغطت، وين السيرش؟ اوكي نيو بروجكت view all. اوكي هون بكتب ال I triple E. اوكي نسيت اكتب السيرش. فهون رح يطلع عنا مثلا I triple E، هاي official. انا بحب اضغط على الكونفرنس تمبليت، وبضغط على هاي وبطلع لي التمبليت. اوكي فالحلو، الحلو بالتمبلتس كمان انه بتيجي جاهزة. يعني شوفوا لو عملت open as template، هما مثلا انا باجي مثلا هون كاتبين، هون بيكونوا حاطين لي كل الباكجات، وبعدين begin document، بعدين عنا title conference paper title. مثلا بس بشيل هاي وبكتب تسنيم paper، بعمل الريكومبايل اوتو كومبايل اون، وهو بصير لحاله يغير. شوفوا هون حيتغير تسنيم. اوكي يعني بس بغير الخانات اللي بدي اياها. يعني مثلا انا مثلا الاوثر، انا ما في اند الاوثر، انا لحالي، فبشيل كل الاندات وبشيل كل الاندات لحد هون، فبيضل عندي وحدة. هلا هو حيعمل ريكومبايل اوتوماتيكلي لاني ضغطت على الاوتوماتيك، وحيطلع لي هون بس لإلي لحالي. فبغير given surname وبشيل هاي الفيرست، لانه هون ال1 والاس تي هاي بنسميها text subscript اس تي. اوكي هاي ما بدنا اياها. هون بكتب اسمي تسنيم القباني، وهنا بختار مثلا انا ايش الاورجنايزيشن تبعتي وكذا. لكن الفيديو هذا عن ايش حيكون؟ عن الريفرنسز. هلا مشكله الريفرنسز انه انا ما بحب اكتب كل هاي الاشياء. طبعا هاي الاشياء انتوا اوريدي مثلا لما تيجوا تلاقوا بيبر، انتوا بتقدروا تعملوا انه جنريت بالتكست، بيكون مكتوب. يعني مثلا لو انا دخلت على مثلا سكولر، سكولر، وضغطت مثلا اي بيبر doesn't matter، لورا، اوكي بقدر اعمل سايت.
بضغط على السايت citation ودائما بيكون موجود. اوكي وين مثلا هون references اوكي هيا استنوا استنوا وين download citation شوفوا بتختاروا بيب تكست اوكي فهو بيجي على طريقة كود فالكود بتقدروا تسووا له كوبي وبيست هون لكن انا ما بحب اعمل هيك اوكي انا بحب اجمع اوراق واحفظ كل هاي الاوراق بمكان اسمه مندلي طيب مندلي برضو استخدمت فيه نفس الايميل اللي عملت فيه اللاتكس طيب هلا انا فتحت الكونفرنس تمبليت هايها وانا وشلت كل الريفرنسز اللي كانوا حاطين لي اياها السكشن ريفرنسز شلتها كلياتها ديليت صار عندي سكشن الريفرنسز فاضي وهنا اند دوكيومنت طيب هلا ايش بسوي بعمل بروح هون ابلود بكبس على الابلود وبكتب from Mendeley هو لحاله حيشوف ايميلي انا already exist هو حيجيب لي هون هلا لو ضغطت على هاي حلاقيه انه هو معبى كود هلا من وين اجى كل هذا الكود هاو لاني انا ايش بسوي بفوت على المندلي تبعي طبعا انا هذا مشبكيته اظن مع اللاتكس يعني مستخدمه نفس الايميل المهم ايش بسوي بروح على add new بكتب add entry manual وهنا بسوي بعمل paste لأي اشي مثلا لل DOI or whatever يعني مثلا بختار اي paper مثلا scholar بختار اي paper مثلا خلنا نشوف هذه البيبر بقرأ مثلا شوي عنها يا ساتر ايش هاي بدخل على هاي البيبر وبقرأ مثلا الابستراك عجبتني فبسوي كوبي لينك لل دي او اي اوكي ما بسوي اي اشي تاني بس بسوي كوبي لينك بحطه هون بس بعمل سيرش هو لحاله حيلاقي لي اياها وحيعبي لي كل هاي الاشياء وانا بضغط اد انتري لما بضغط اد انتري بيطلع لي هون هيك زي مثلا هذه البيبر هاي البيبر towards scalable channel robust انا اوريدي عندي اياها هون سويت كوبي للاركايف نمبر هذا سويت له بيست زي هناك نفس الشيء وحطيت add entry وطلعت لي هون طيب هلا ايش بسوي هلا هي خلص موجودة هون صح هلا بروح على IEEE تبعي بعمل refresh او مثلا برجع بنزله اظن لازم ارجع انزله مش متأكدة اظن لازم ارجع انزل الفايل فنعمل ديليت هلا لو دورت خلنا نعمل find مثلا اكتب لورا هاي لورا طيب هلا انا عندي هون هذا الارتيكل ضاف لي اياها اوتوماتيك هلا انا بشوف الاسم شن 2021 اوكي
بروح على البيبر تبعتي. ثواني. تبعتي القديمة اللي هي first one، هذه بيبر كتبتها زمان، هلأ شوفها. أنا رح أسوي copy paste، هون عندي الconclusion. وين الreferences؟ أوكي هاي شوفوا، بس خطين، واحد اثنين، بسوي له copy. اوكي شوفوا، يعني هنا بعمل backslash bibliography style، بختار IEEE transaction اللي هي تران، وبكتب backslash bibliography، وبكتب اسم الفايل تبع الريفرنسز اللي عندي اياه. وين بحطه؟ قبل ال ايش اسمه، قبل الـ end document، وهو لحاله بحط لي references وكل شيء. فهاي الحلو فيه، يعني let's go back، let's open my new template this one، بروح عند الـ end document وبشيل السكشن تبع الـ references، بشيل كل إشي وبس بحط هدول الخطين paste. هلأ شوفوا لحاله. اوكي هلا هو فاضي لانه انا ما سويت ريفرنس لاي اشي. انا ما بدي اكنولجمنت مثلا، ما بدي هذا الاشي، هذا كله طبعا لتطيش كلام. انا ما كتبت هذا الاشي، هو موجود بالتمبلت اوريدي، بيعلمني لازم لو بقرأه بيعلمني كيف اكتب واسوي واعمل. هلا انا بدي اعمل سايتيشن، بعمل backslash site، بضغط على site، بعدين بيطلع لي لحاله list. فمن هذه list انا بعرف انه البيبر تبعتي بتبدأ بشن، صح؟ شن towards Laura. اوكي هلا بيعمل recompile، طبعا مو لازم اقعد استنى، هو لحاله اوتوماتيكلي. ها شوفوا كتير 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 بجنن، حط لي ريفرنسز وحط لي الترقيم من حاله. اوكي وهاي مثلا انا بخلي هاي السيتيشن مثلا كذا. اوكي السيتيشنز كذا، لو اجيت مثلا حطيت هنا سيتيشن هو لحاله حيغير لي الترقيم. كتير الموضوع سهل، يعني ممكن أنا أعمل فيديو على مندلي لحال وفيديو على اللاتكس لحال، بس يعني I assume إنه most people already بيستخدموا المندلي للوورد، صح؟ لأنه you can also add مندلي to the word. يعني أنا هلا مثلا جمعت كل البيبرز اللي بدي أعملها citation، مثلا خلنا نعمل هدول delete. أنا جمعت بيبرز دي أعملها citation، فعندي لستة وسويت citation، بس يعني صعب إني أعد رقم. أوكي صعب إني أعد رقم، فأنا بثبت اسم citation وهو لحاله برقم. أوكي فنفس الشيء في ناس بتسوي هيك بالوورد، بس أنا ما، أنا بالعادة لما بكتب بيبرز فيها citations وهيك بستخدم اللاتكس. Okay, so it's just two steps. صح؟ بنحط البيبر بالمندلي. Okay, وبيكون نفس الإيميل اللي بنستخدمونه على المندلي عملنا فيه لاتكس. وتاني إشي بنروح على الدوكيومنت تبعتنا وبنضغط، بس بننزل طبعا الريفرنسز هون، بنشيل كل إشي عن الريفرنسز، بنشيل كل السكشن اوف ريفرنسز وبس بنحط هدول الخطين. طبعا انتوا بتقدروا تغيروا الستايل،
يعني الكود بيسوي لكم السايتيشن لحاله. سو هذا الاشي الحلو. يعني انا زمان كنت اروح اعمل سايتيشن جنريتر واعمل جنريت للسايتيشن النوع اللي انا بدي اياه، وبعدين اقعد اسوي له كوبي بيست كامل، واذا ناقص واذا ما ادري شو واذا تعدل واذا الكوبي بيست ما زبط. هاي كود، يعني ما في اشي اسمه ما زبط، اتس كود، اتس يعني it does it automatically، وهو بزبط لي السبيس كل اشي. طبعا هاي فيجر بيعلمونا هون كيف نسوي فيجر. اوكي وبس والله end figure و begin table. وين begin figure؟ مثلا هاي figure زي هيك اشياء، يعني هاي هون بتحطي الفيجر هون. نفس المنطق، يعني بنحط كل الفايلات اللي بدنا اياها هون وبنستخدم كود، يعني وهو لحاله بسوي كل اشي. بس انا مثلا ما بدي هاي، وبدي اعمل ديليت. وبس والله، إذا بدكم فيديوهات كمان